المكافاه بتاعت السيتي لازم تروح للتراوري، لان التراوري راح بثلاث كور، لو كان جاب الثلاث كور كانت الهزيمه الاولى لجوارديولا. جوارديولا ما سابش حد، كلم لعيبته وكلم لعيبه القسم، فدي طبيعه جوارديولا. 30 مباراه رقم قياسي حتى الان في الدوري بدون هزيمه، وبعد تعادلين مع الارسنال ونيوكاسل كان الفريق فريق ضروري انه يرجع لعمليه الفوز، واعتقد النهارده فوز بعد معاناه. هناك عيوب دفاعيه واخطاء دفاعيه كتير، انما في الاخير عنده اللاعبين قادرين على احداث الخطوره بالنسبه لي، وسجلوا 3 اهداف في مباراه كشفت عيوب السيتي الدفاعيه. في مباراه لا زالت مستمره التفوق لاصحاب الارض بعد التاخر بهدف دون مقابل، ساوثهامبتون يلعب كره قدم جميله كابتن محمد، سجل الهدف الاول، لكن عاد ارتيتا وغير من شكل الفريق مع تغييرات عدة أبرزها دخول تروزارد وأيضا مارتينيلي. المباراة بدأت لأرسنال في الدقيقة 55 لما أرسنال سجل الهدف الأول بتاع ساوثهامبتون، بعد كده الأرسنال حس بالخطر، حب يعمل شوية دراما ورجع بالمباراة بثلاث أهداف. أعتقد فوز كان متوقع بالنسبة لأرسنال، والثلاث فرق عموما عانوا، الثلاث فرق الكبار أرسنال وليفربول والسيتي عانوا بعد الماتشات الأوروبية، دايما بيبقى فيه إرهاق وتعب. ده هدف أرسنال في الهدف الأول في الدقيقة 55، وهنا بدأت المباراة الحقيقية بالنسبة لأرسنال. وبعد كده هدف كي أفرس في عملية البيلد أب الخاطئة بالنسبة لساوثهامبتون المتكررة، بمهارة كبيرة حطها في زاوية صعبة على رامسدل حارس المرمى، وبدأت الأمور في اتجاه صحيح بالنسبة للأرسنال. بعد كده مارتينيلي بعد تمرير الساكة المتعودين عليها في الفترة الأخيرة الناحية العكسية مع التكملة مع الجناح العكسي، وحطها في زاوية صعبة أيضا على رامسدل حارس المرمى. وبعد كده الهدف الثالث بتاع ساكا نتيجة الأخطاء الدفاعية الموجودة في ساوثهامبتون والتوقع الجيد بالنسبة لي في عملية دايما خطورة أو أخطاء المدافع بيمينه في زاوية صعبة على رامسدل لثلاث أهداف، وفوز نوعا ما عانى فيه أرسنال، إنما القدرات والخبرات الكبيرة بالنسبة لأرسنال قدر يرجع في النتيجة. في مباراة شهدت عدد كبير من الأهداف، عدد 8 أهداف في لندن ستاديوم، شهد عدد كبير أيضا من الأهداف، عدد 5 أهداف، 4 لأصحاب الأرض، حقق نجاح كبير وانتصار كبير في هذا اللقاء كابتن محمد. ربما يبعد الضغط على لوبيتيجي، لأن قبل هذه المباراة كانت الضغوط على لوبيتيجي نتيجة النتائج السيئة لوستهام، فالفوز ده كان الفريق محتاجه. أنطونيو هسجل الهدف الأول، بعد كده ديلاب سجل هدف التعادل بالنسبة لإبسويتش، وبعد كده الأمور راحت في الاتجاه الصحيح بالنسبة لوستهام. متابعة جيدة لقدوس بعد هيدرز كويس من أنطونيو، تكملة بالنسبة لي تكملة مميزة. بعد كده الشوط الثاني ربما ظهرت الأخطاء والمساحات الموجودة، بوين أحد نجوم الفريق في الزاوية البعيدة برضو على حارس المرمى كان الهدف الثالث بالنسبة لي، وبعد كده جه هدف باكيتا في الدقيقة 70 خلص على المباراة أكثر ما هي في الاتجاه الصحيح بالنسبة لوستهام. فربما هذه النتيجة والفوز كان محتاجه الفريق، وربما يبعد الضغوط على لوبيتيجي مدرب الفريق. أما في لقاء كينج باور ستاديوم حيث بونانوتي سجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء بعد التوغل مع دفاع بونموث. تعالوا مشاهدينا الأعزاء الآن نستعرض ترتيب جدول البريمير ليج وأنديته في بعض اللقاءات التي لعبت لهذا اليوم من الجولة 7، حيث يأتي ليفربول في الصدارة ب 18 نقطة، يأتي سيتي أرسنال ب 17 نقطة بعد تحقيق انتصارين مهمين لكلا الفريقين منذ قليل. تشيلسي حتى الآن يلعب أيضا هو وأستون فيلا ب 13 نقطة، فولام ب 11 نقطة، نيوكاسل ينتظر لقاء جوديسون بارك ب 11 نقطة، توتنهام ب 10 نقاط، برينتفورد أيضا ب 10 نقاط، وبرايتون ب 9 نقاط.